إذا كنت تشاهد هذه النقاط الخضر فأنت تنظر إلى 10 مليارات شجرة ستزرعها السعودية قريباً، أما الآن فأنت تنظر إلى 50 مليار شجرة ستساهم المملكة بزراعتها في الشرق الأوسط. الصحاري القاحلة هكذا ستصبح بتقنيات زراعية تستخدم للمرة الأولى، والوديان الجافة بهذا الشكل سنراها قريباً. فما تنظرون إليه الآن هو أكبر مزرعة زيتون في العالم، ليست في إسبانيا ولا في تونس، بل زرعت حرفياً في صحاري السعودية. 5 ملايين شجرة حتى الآن في مزرعة واحدة، وعشرات المزارع يخطط لها، من السعودية الخضراء إلى الرياض الخضراء وانتهاءً بالشرق الأوسط الأخضر. مبادرات المملكة الخضراء التي تراقبها الصين عن قرب وتحاول الجامعات الأوروبية دراستها، هذا ما نحكيه لكم في هذا الوثائقي. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. السعودية الخضراء. مليارا هكتار من أراضي العالم قد تدهورت بالفعل وأصبحت خارج الخدمة، والنتيجة تؤثر على حياة نصف سكان العالم وتهدد عددا لا يحصى من الأنواع الحيوانية والنباتية. ومع ازدياد فترات الجفاف تتعرض العديد من المناطق في العالم لضغوط مائية شديدة تؤثر على الحياة النباتية والحيوانية، كما يساهم ارتفاع درجات الحرارة في تبخر مصادر المياه العذبة وتدهور التربة. والمملكة العربية السعودية في قلب هذه الأزمة، ومن أكثر دول العالم تأثراً بالتصحر وتدهوراً للأراضي. لذا كان لابد من مبادرة عملاقة مثل مبادرة السعودية الخضراء التي فعلت أكثر من 77 مبادرة فرعية منذ انطلاقها. في عام 2016 كشفت المملكة عن رؤية السعودية لعام 2030، وهي استراتيجية طويلة المدى لتنويع الاقتصاد والتحرك نحو مستقبل منخفض الكربون. هذه الرؤية هي قرار استباقي اتخذته الحكومة السعودية لمعالجة تغير المناخ بشكل مباشر وتحسين حياة الناس داخل وخارج حدود البلاد. تعتمد هذه الرؤية على 3 ركائز، وهي مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. لذا جاءت مبادرة السعودية الخضراء لتعبر عن هذه الرؤية وتكملها. تم إطلاق المبادرة في عام 2021، وهي خطة عمل مستدامة طويلة الأجل تهدف لمعالجة تغير المناخ والحد من الانبعاثات وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في المملكة. هناك 3 أهداف شاملة توجه عمل مبادرة السعودية الخضراء: الحد من الانبعاثات وتخضير السعودية وحماية الأرض والبحر. للحد من الانبعاثات التزمت المملكة العربية السعودية بتوليد 50% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتتبع المملكة العربية السعودية نهجاً يشمل المجتمع بأكمله لإحداث التغيير. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف التزمت المملكة بعدة مبادرات، أهمها الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها، والاستثمار في الطاقة المتجددة المستدامة، وجذب الاستثمارات لتصبح المملكة أكبر منتج عالمي للهيدروجين النظيف، إضافة لزيادة كفاءة الطاقة وتحويل إدارة النفايات. وبالنسبة لحماية الأرض والبحر، التزمت المملكة العربية السعودية بحماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وذلك بهدف تعزيز جهود الحوار وتعزيز التنوع البيولوجي وتنفيذ ممارسات الصيد المستدامة. 10 مليارات شجرة. تهدف مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، أي إعادة تأهيل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. ويمثل الهدف أيضاً 4% من الحملة العالمية لعكس تدهور الأراضي، و1% من الجهود العالمية لزراعة 1 تريليون شجرة. ستساهم المبادرة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الشرق الأوسط بنسبة 60%،
وتدوير 94% من النفايات التي تذهب الآن إلى المكبات، إضافة لزيادة المناطق المحمية إلى أكثر من 30%، والقضاء على أكثر من 130 مليون طن من انبعاثات الكربون باستخدام تكنولوجيا الهيدروكربون النظيفة، وذلك للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، حيث يهدف برنامج المبادرة الخضراء السعودية لتحقيق أكثر من 278 مليون طن سنوياً من خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وذلك مع إنتاج 50% من كهرباء المملكة العربية السعودية من الطاقة المتجددة بحلول نفس العام. نجحت مبادرة السعودية الخضراء حتى الآن في إنتاج 700 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير القدرة على تشغيل أكثر من 100,000 منزل. إنشاء 17 مشروعاً للطاقة المتجددة قيد التطوير اعتباراً من عام 2022 بطاقة إجمالية تبلغ 13.76 جيجاوات، زراعة 18 مليون شجرة بالإضافة لاستصلاح 60,000 هكتار من الأراضي، مع توطين أكثر من 1200 حيوان مهدد بالانقراض وإعادة توطينها في 15 موقعاً مختلفاً في المملكة، إضافة لإنشاء أكبر مشروع للهيدروجين النظيف في العالم في نيوم بحلول عام 2026. مزارع الزيتون. تشهد المملكة العربية السعودية ثورة خضراء غير مسبوقة في تاريخها الزراعي، وهي ثورة تضعها كقوة ناشئة في صناعة الزيتون العالمية. ففي مناطق الجوف وتبوك، حيث الظروف المناخية تشبه تلك التي توجد في مناطق البحر الأبيض المتوسط، تزرع آلاف الأشجار باستخدام تقنيات ري متطورة تساعد على توفير المياه بشكل أكبر. نظام الري الذكي الذي يستخدمه المزارعون يتيح مراقبة احتياجات النباتات بدقة، مما يضمن توفير المياه دون هدر. تقنيات أخرى تستخدم في مزارع الجوف مثل أجهزة استشعار لقياس مستوى الرطوبة في التربة، ما يسهل إدارة الري بشكل أمثل. وبفضل هذه الابتكارات أصبحت المزارع السعودية تنتج زيت زيتون عالي الجودة ينافس نظيره الإسباني والتونسي. بدأت زراعة الزيتون في الجوف كمشروع صغير في السبعينيات، وبفضل الدعم الحكومي والمشروعات الزراعية المتطورة، أصبحت هذه المنطقة اليوم واحدة من أبرز مناطق المملكة في إنتاج الزيتون. كانت مزارع الجوف قد دخلت موسوعة غينيس كأكبر مزرعة زيتون في العالم، حيث تضم أكثر من 5 ملايين شجرة زيتون. ينتج هذا المشروع الضخم حوالي 30,000 طن من الزيتون سنوياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات القادمة. الجوف اليوم ليست فقط منطقة زراعية، بل نقطة محورية في استراتيجية السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون. التوسع في زراعة الزيتون هو جزء من رؤية السعودية 2030، التي تهدف لتحويل المملكة إلى قوة زراعية رائدة في العالم. الخطط الطموحة تشمل زراعة 5,000 هكتار من الزيتون سنوياً، ما سيضاعف الإنتاج بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر المملكة في البحث والتطوير لتطوير أصناف زيتون مقاومة للجفاف وتبني تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج. قطاع الزيتون السعودي لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يعد ركيزة اقتصادية واجتماعية هامة في المناطق الريفية، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المحلي. كما بدأت المملكة بتصدير زيت الزيتون إلى الأسواق العالمية. الرياض الخضراء. في أحد الاجتماعات الحاسمة داخل أروقة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم استعراض مشروع طموح يهدف لإعادة إضفاء اللون الأخضر على العاصمة وتحسين جودة الحياة لسكانها الذين يزيد عددهم على 7 ملايين نسمة. لم يكن الهدف مجرد زراعة أشجار هنا وهناك، بل كان المشروع يطمح لإعادة تشكيل بيئة المدينة بالكامل، حيث تصبح الرياض واحدة من أكثر المدن ملائمة للعيش في العالم، وذلك عبر 4 مشاريع تنموية كبرى. جاء مشروع الرياض الخضراء ليكون قلب هذه المبادرة، واضعاً الأساس لمدينة تنبض بالحياة، حيث تمتد الحدائق والمنتزهات بين الأحياء
وتتدفق الأودية في مساراتها الطبيعية، ويجد السكان أماكن جديدة للاستمتاع بالهواء الطلق والتنقل المستدام. لم يكن المشروع مجرد وعود على الورق، بل أرقاما ضخمة تعكس حجم التحول. ستتم زراعة 10 ملايين شجرة تغطي الشوارع والحدائق والمساجد والمدارس والمناطق العامة، وإنشاء 4000 حديقة جديدة تمثل 19 كيلومترا مربعا من المساحات الخضراء، وإعادة تأهيل 7600 طريق ليكون مزروعا بالأشجار والنباتات، إضافة لزيادة الغطاء النباتي من 1.5% إلى 9.1% من مساحة المدينة بحلول 2030، أي ما يعادل 541 كيلومترا مربعا. ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء إلى 18 مترا مربعا، متجاوزا بكثير الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، وهو 9 أمتار مربعة فقط. وفي ظل ندرة المياه في المملكة، كان أحد التحديات الكبرى هو توفير الموارد اللازمة لري هذه المساحات الخضراء دون استنزاف المياه الجوفية. لذا جاء الحل الذكي، وهو استخدام 1,000,000 متر مكعب من المياه المعاد تدويرها يومياً لري الأشجار والنباتات، ما يعزز استدامة المشروع ويحافظ على الموارد الطبيعية الثمينة. لم يكن الهدف من المشروع مجرد تجميل المدينة، بل كانت الفوائد البيئية والاقتصادية والصحية أعمق بكثير، حيث تتمثل بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد بتحسين جودة الهواء وتقليل آثار التغير المناخي، وتقليل درجات الحرارة في المدينة، مما يجعل الحياة أكثر راحة لسكان الرياض خلال فصول الصيف الحارة. وإلى جانب الفوائد البيئية، يحمل المشروع أبعاداً اقتصادية مهمة، حيث يتوقع أن يسهم في زيادة قيمة العقارات وتحفيز الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالبيئة والاستدامة. تشير التقديرات إلى أن الرياض الخضراء قد تولد أكثر من 19 مليار دولار من العائدات الاقتصادية بحلول عام 2030. لا يقتصر المشروع أيضاً على زراعة الأشجار فحسب، بل يشمل إعادة تأهيل الأودية الطبيعية داخل المدينة وتحويلها إلى مساحات خضراء مستدامة. ومن شأن ذلك تعزيز التنوع البيئي واستعادة النظم البيئية التي كانت جزءاً من طبيعة الرياض الأصلية. تصف الهيئة الملكية لمدينة الرياض المشروع بأنه واحد من أكثر مشاريع التشجير الحضري طموحاً في العالم. فالمبادرة لا تهدف فقط لتحسين بيئة المدينة، بل تسعى لجعل الرياض نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال الاستدامة الحضرية. بحلول عام 2030، من المتوقع أن تصبح الرياض مدينة مختلفة تماماً عن ماضيها، حيث ستتحول الأودية الجافة إلى ممرات خضراء، وستملأ الأشجار الشوارع والميادين. الشرق الأوسط الأخضر. مبادرة إقليمية رائدة أطلقتها المملكة العربية السعودية في عام 2021 بهدف توحيد الجهود لمكافحة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تسعى هذه المبادرة لتحقيق تأثير إيجابي على البيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف والمشاريع الطموحة. تستهدف المبادرة غرس 50 مليار شجرة في جميع دول المنطقة، بما في ذلك 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية لوحدها. كما يهدف هذا المشروع لاستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية العالمية بنسبة 2.5%. وتسعى المبادرة لتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج النفط والغاز في المنطقة بأكثر من 60%. لذا تم تخصيص صندوق لتمويل الحلول التقنية المتعلقة بالاقتصاد الدائري للكربون، بهدف تسريع تنفيذ هذه المفاهيم في المنطقة، وإنشاء منصة لتسريع تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز التعاون بين الدول والشركات والمؤسسات البحثية، إضافة لتأسيس مركز متخصص في احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لدعم الجهود الإقليمية في هذا المجال. كما دخلت المملكة العربية السعودية في شراكة مع مجموعة 20 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر،
لإطلاق مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين، والتي تهدف لخفض التدهور بنسبة 50% بحلول عام 2040. على الصعيد العالمي، تعهدت البلدان باستعادة 1 مليار هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من الصين، وذلك بموجب عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية من خلال غرس الأشجار واستصلاح الأراضي وتقليل الانبعاثات الكربونية. تسعى المملكة العربية السعودية لتقديم نموذج رائد في معالجة تحديات التغير المناخي. تسعى المملكة العربية السعودية لتقديم نموذج رائد في معالجة تحديات التغير المناخي. فهل تقدم المملكة نموذجا عالميا يحتذى به في حال نجحت المبادرات التي تنفذها حاليا وتتحول إلى نقطة جذب لدول العالم لدراسة هذا النجاح ومحاكاته في أماكن أخرى؟